أعزائي متابعي مشاهدي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، معكم فتحية عزت في لايف جديد من محافظة القليوبية. معانا النهاردة ضحايا جديدة لمستريحة جديدة ظهرت تحديدا في شبرا الخيام التابعة لمحافظة القليوبية. أوهمتهم بالثراء الفاحش وهاتوا الفلوس شغلها في أجهزة العرايس، فدي باعت ذهبها ودي باعت أرض عندها ودي دخلت بكشاء عمرها كله في الموضوع، وكانت النتيجة زي ما احنا شايفين دلوقتي. معانا أحد الضحايا هيروي لنا التفاصيل بالظبط وهنسمع منها. عرفينا بنفسك مدام معوض الصبري، ايه اللي حصل بقى؟ الست دي اسمها وهو مصطفى عبد الحميد الخولي، جوزها اسمه عبد الحكيم مصطفى عبد العزيز. اصليه مش فرد حضرتك يا استاذه، ده هم ثلاثه يعني، غير مش عايزين كمان نجيب سيره بناتها، كانوا هم بيلموا على حسها كمان. احمد ابنها مهندس، كانت بتلم على حسه برضه، كان بيجي لنا محلنا وكان بياخد فلوس، اسمه احمد عبد الحكيم مصطفى عبد العزيز. الست دي كان عندها ملابس جاهزه في بيتها، بتتاجر في ملابس جاهزه وبتتاجر في جهاز عرايس. عرفناها في المنطقه وجينا لما تعرفنا عليها، جت قالت لنا يا جماعه، مره على الثانيه تعرفنا واتكلمنا معاها، قالت يا جماعه انا ايه، ببيع جهاز عرايس ودلوقتي فيه بجيب جهاز عرايس والكلام ده، وببيع بجيب ملابس جاهزه، لو عايزين تخشوا معايا في مشاريع والكلام ده كله، ربحي طالع نازل والكلام ده كله. احنا عاملنا، تعرفتي عليها ازاي؟ هي في المنطقه عندنا واهلها كمان حوالينا، عند اهلها عيله الخولي معروف في المنطقه هنا في بجايه شبرا الخيمه. لما جينا اديتها الاول فلوس، بدات الاول معايا ب 20000 بخط ايديها، بعد كنا في رمضان دخلنا على العيد، قالت ده انا دلوقتي في جهاز اجهزه عرايس وطلبوا مني كتير، بدات تستدرجني بقى مره على الثانيه على الثالثه، خدت مني فلوس كتير. دفعتي كام بالظبط؟ 650000 جنيه و40 جرام ذهب، ده مثبوت باوراق رسميه في الشرطه ومعمول اللي طالع بيه حكم على جوزها سنتين، وهي سنتين وابنها سنتين، جوزها اتحبس ونفذ حضرتك، وانا عملت بعد التنفيذ بتاع جوزها وهو موجود في محبسه، وعملت قضيه تعويض، ومعايا دلوقتي تنفيذ بالقوه الجبريه على الـ على الـ على ممتلكاته. وهي كمان دلوقتي دخلت مره مسكناها، دخلت جوه، دخلت عملت معارضه وطلعت، ابنها لحد دلوقتي طبعا ما اتمسكش. عايزه اقول لحضرتك كمان ابنها اتفصل من النقابه انصفتنا لما رحنا لها. عايزه اقول لحضرتك الست دي يعني دمرتنا يا استاذه، الست دي خربت بيتنا كلنا، الست دي انا عن نفسي خربت بيتي، انا عن نفسي استدرجتني لما خدت كل اللي ورايا واللي قدامي، فلوسي وفلوس اهلي وفلوس عيلتي وفلوس انت شغاله اصحابي. ايه؟ انا جوزي كان عنده محل، انا ست ربة منزل، بيعتني ارضي وخدت ذهبي، يعني 650000 اللي انت دفعتيها فلوس، فلوسنا وفلوس اخواتي وفلوس قرايبنا وفلوس ارضي في طب الاول. انت رحتي دفعتي 650000 لواحده انت بس؟ لا كل حضرتك، المعرفه مش دفعهم دفعه واحده، ده هي خدتهم مني على استدراج، فاهماني؟ في مصلحه كويسه، في جهاز عرايس جايه هيطلع لك منها قرش حلو. طبعا احنا ربات بيت وربات منزل وعايزين حاجه تسندنا، والله ما في دماغنا اي ربا ولا في دماغنا اي حاجه خالص. احنا كمان قاعدين في بيوتنا والله ما نعرف حاجه عن المستريحين ولا الكلام ده اصلا، يعني حضرتك احنا بنسمع ما بنكونش بنصدق. هي كمان كانت ثقه، يعني الناس كانت بتقول لك شغاله من زمان مش من النهارده. يعني كنت اقول لك ما حصلش وقائع قبل كده؟ لا طبعا ما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف، احنا كنا قاعدين في بيوت ما كناش نعرف، احنا ما تعرفناش على بعض غير خلال لما اتقابلنا هناك عند البيت، لما جينا نسال عليها لانها هربت والبيت بتاعها اتقفل. طب خدتي ارباح في اي شهر او حضرتك اي حاجه؟ انا 3 شهور ما خدتش معاها اي حاجه، 3 شهور خدت بس حاجات بسيطه، وكان الفلوس دي على مواعيد حضرتك، يعني كانت بتقول لي على مثلا جايب جهاز عرايس، ولما مثلا العريس ياخد جهازه هرجع اديكي مثلا ايه القرش يطلع عشان ما يبقاش ربا حضرتك، لكن ما كناش متفقين على مبدا فلوس لان ده ربا، فاهماني حضرتك؟ لكن انا والله العظيم ما كنت نعرف انها نصابه، ما كناش نعرف ان الفلوس ديت فيها اي نوع ربا. يا استاذه خربت بيتنا، اهلها كمان لما رحنا لهم هناك بقى يسبونا ويبهدلونا، احنا رحنا خبطنا على كل باب، بقى لنا فتره طويله مش النهارده، بقى لنا فتره عمالين بنجري، ما حدش عايز يساعدنا، احنا عايزين حد يساعدنا، بنناشد السيد مدير الامن، بنناشد السيد المحافظ، بنناشد الرئيس السيسي. هي يا اتقبض عليها رئيس قلتي؟ اتقبضت عليها مره وطلعت، طب قبل ما عملت معاده يتقبض وطلعت. عليها ما رحتيش قلت لها عايزه فلوسنا بقى او ما فلوس احنا هي الرمضان؟ طلعت على اساس يا استاذه انها طلعت على اساس انها تسد، اه احنا هرجوهم على اساس ان هي هتطلع تسد. طلعت من هنا فص ملح وداب، الست دي عرفنا ان عندها فيلا في العبور، ابنه عنده مشروع كامل في العبور وشغال في مرسى مطروح، مش شغاله ابنها، مدخله ابنها في جامعه خاصه ومدارس خاصه، وانا مش لاقي اكل انا بقى اولادي، انا اللي خدت مني وخدت على اساس انها تسد الناس وعلى اساس انها تخلص الموضوع كله، وعلى اساس ان انا اقف جنبها في الاخر لحد لما صعبت عليا، رحت لقيتها على البلاط، الكلام ده انا كنت عامل وجهي لا بس لازم اقوله عشان خاطر هي اصلا خساره فيها حاجه تتعمل، وقسما بالله لقيتها على البلاط راقده ماشي، والناس عمالين بيهاجموها تحت من الفلوس اللي هي عليها، رحت والله طلعت لها جبت لها اكل واديت لها فلوس، وقسم بالله اخر 1000 جنيه مديها لها كمان غير 25 اخر حاجه، 1000 جنيه كمان مديها لها غير اكل حضرتك، وتعاطفنا معاها اثر هي بتنصب علينا، برادها كانت بتيجي لحد عندنا ياخدوا مننا فلوس، ابنها المهندس
محتاجة قاعد معانا ومع طب ماشي، انت قلتي ان انت 650 الف اديته لها على مراحل، ليه اول مرحله لما اديت لها مبلغ ما لقيتيش فيه في ارباح بتطلع، ليه ما وقفتيش الدنيا؟ حضرتك انا ما كنتش اعرف عنها حاجه، انا كنت واخده كلام عن سيبك. انت ما تعرفيش عنها حاجه، بس اول شهر ما فيش حاجه جات لك. ما هي كان على مواعيد، ما كانش انها مثلا لسه هديكي ولا ما اديكيش، لا كان لسه على مواعيد، فالميعاد لسه ما جاش. فهاتي فلوس تانية. هاتي فلوس تانية وهاتري. كان في ناس كانوا واقفين على دماغها تانية سدتهم، ده سدت ناس اللي هم وقفوا على دماغها بقى اللي عرفوا. والكلام ده ما عرفتهوش خالص. والله ما نعرف اي حاجه. لما رحنا عند البيت لقينا الناس كلها ملمومه. هي فين؟ هي هربت. يا استاذه الست دي والله العظيم خربت بيتنا كلنا. انا بناشد السيد رئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، يا ريس ابوس رجلك اتوسل اليك، احنا بيتنا اتخرب، احنا ستات بيوت والله ما نعرف حاجه عن الدنيا، احنا فلاحين، احنا اصلا كمان ما نعرفش حاجه عن الحاجات دي كلها، ولا نعرف يعني ايه مستريح، ولا نعرف يعني ايه نصاب، ولا الكلام ده كله. احنا كنا مدين عشان خاطر بس يعني نساعد بيتنا، عندنا بنات وعندنا مدارس وعندنا كليات، مش في دماغنا خالص انها تنصب علينا. يا ريس اقف جنبنا، سيد مدير الامن اقفوا جنبنا، هاتوا الست ديت ورجعوا لنا فلوسنا، احنا امنا في ربنا ثم حضراتكم، ساعدونا ابوس رجلكم ساعدونا، بيتنا اتخرب والله العظيم يا اسطى، ما بقى فيه فلوس ولا بقى فيه اكل ولا شرب، احنا اللي بقى لنا فلوس والله ما عارفين نصرف على عيالنا، وهي عماله بتصرف وبتاكل وبتاكل احسن اكل وملبسه احسن لبس ومدخلاها مدارس خاصه. تخيلي لما ابنها دلوقتي الكبير اللي هو مهندس ده عامله له عامله له مشروع مقاولات ومهرباه، واحنا مش لاقيين ناكل عيالنا. حضرتك يا ريس انقذ البلد، انقذ البلد من الفساد ده. انا بقول لك يا ريس بالله عليك، انت نصير الغلابه، نصير الست، نصير المراه، بنسمع كتير على اللي بتعمله للست وبنحترمك وبنقدرك وبنقول لك خيرك رفعت بشأننا، اقف جنبنا احنا غلابه. والله يا ريس والله العظيم ما لاقيين ناكل عيالنا، وهي بتقول هقعد عند البيت واحط رجلي على رجلي ومحدش ياخد مني قرش، واعلى ما فيكم الكابوس. الحكم هيصع يا ريس بالله عليك، السيد مدير الامن بالله عليك، انا اسمع عن حضرتك انك انت بتنصف الغلبان، السيد مدير الامن بالله عليك اقبضوا عليها عشان خاطر على الاقل نمحي موضوع المستريح ده، ساعدونا نهاجم موضوع المستريح اللي بينصبوا على الناس اللي قاعدين في البيوت. بالله عليكم يا ناس يا جماعه يا اللي بتهاجمونا، بالله عليكم ارحمونا شويه، احنا ما حدش عارف النار اللي احنا فيها، حطوا نفسكم مكاننا، اتضحك علينا واتنصب علينا شقه عمرنا، ربنا ما يوري حد اللي احنا فيه يا استاذه، ربنا ما يوري حد اللي فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. تعرف بيكي مدام هي عرفتيها ازاي او ايه الطريق؟ برضو هي جارتي في الشارع وكنت داخله معاها جنب. كلكوا جيران؟ طب رغم ان انتوا كلكوا جيران ما حدش سمع عنها اي حاجه؟ عاشت 17 سنه في الشارع. 17 سنه وعمرها ما نصبت على حد، جت على حظ خالص. عيله كبيره ومعروفه في الجاي، واهلها ناس يعني ناس محترمه جدا، ما فيش بعد كده. طب اشمعنى المره دي نصبت؟ ما هي شغاله بقى لها 17 سنه اهو. احنا ما نعرفش، احنا لسه جايين من السعوديه وناس على فكره بنصب من السعوديه. هي ماشي، ما هي لو نصبت قبل كده على الاقل هيبقى في سمعه عليها. لا دي نصابه، دي خالص من احنا ما حدش احنا اكتشفنا بعد كده اما قابلنا بعض قدام البيت، قالوا ان هي نازله اصلا بقضيه نصب من السعوديه، كانت نفس اللي عملته معانا عملته هي وجوزها هناك، وبعد كده خلت حد هربها من السعوديه، كانت خلاص هيتحبسوا هناك ونزلوا هنا. يعني هي بتروح اماكن بعيده بتعمل الموضوع دوت، وبعد كده تيجي مكان جديد خالص تبتدي فيه بقى كده، ومش بعيد هي بتنصب على ناس دلوقتي. طب ماشي، ما عرفت عرفتي عليها ازاي؟ اديتيها الفلوس ازاي؟ جمعيه هي بتبيع هدوم وكده، فكنت دخلت معاها جمعيه، وبعد كده قالت لي انت بتبيعي، عرفت ان عندي ارض، وقامت مبيعان الارض وراحت معايا خدت الفلوس. بيعتك الارض ازاي؟ ايوه بيعتني الارض انا كمان. او بيعتك الارض؟ صعب على فكره. ايوه بيعتني الارض انا كمان حضرتك. ورايحين مع بعض على فكره انا وهي، بعت الارض انتوا الاثنين في شهر واحد. طيب هي وبتبيعك الارض قالت لك ايه؟ بتقول لي هخليكي تشتري بيت، وبصي هي حضرتك بصي بتخليكي ليها سحر رهيب، لها اسلوب ناعم يا استاذه بالكلام، ما شاء الله عليها، مقنعه، تقنعك بطريقه مش قادره اقول لك، تقنعك فعلا ان انت معلش كل اللي معاكي تديه لها بطريقه يعني. بس كانت نصب علينا، وجات اخر مره تعيط لي في البيت بقت تقول لي انا اصلا مش لاقي اكل عيالي، هاتش فلوس اجيب فطار لعيالي، وصعبت علينا يعني اخر لحظه كانت بتاخد منها فلوس برضه وتقول هديكوا فلوسكم. يا ام صالح انا عارفه ان انتوا ارزاقيه وجوزك ارزاقي وعلى باب الله، اقول لها ده فلوس عيالي، تقول لي هديكوا فلوسكم والله العظيم هديكوا فلوسكم. بعتي الارض بكام؟ بعت الارض ب 115,000، وبعد كده بيعت لي تكاتك المجموع كله 250,000 جنيه و39 جرام ده. بعتي ده كله اديته لها في ايدها؟ كله في ايدها على مراحل برضه، ذهب وغوايل كله على مراحل. طب لما خدتي منها ارباح كل شهر ولا كنا بناخد طالع نازل؟ نازل طالع نازل ازاي؟
يعني هو مش ربح حضرتك يعني بتيجي مش مثلا فارد. تقول لي ايه الغساله طلع لك منها 200 جنيه البوتاجاز طلع منه تدفعي ده كله عشان يطلع لك 200 جنيه؟ لا ما هي على حسب المبلغ اللي انت مديهولها. يعني ما حوالي ده 250,000. طلع لك في الشهر حوالي كام؟ احنا ما لحقناش، هم 3 شهور يعني، مره خدت منها 1000 جنيه، مره 1200، هم 3 شهور. تدفعي ده كله عشان في الشهر 1000 1200؟ حضرتك احنا اجوزتنا على باب الله، واحنا ناس فلاحين، قلنا حاجه تحسن دخلنا، لا احنا بنرضى بقليلنا، وقلنا حاجه كويسه وست مضمونه وتشوفيها. ضمنتيها منين؟ هي جارتك ضمنتيها منين؟ ما خدتيش عليها ايصالات؟ ما خدتيش عليها اي حاجه؟ لا في ناس واخده وصلات واحنا ما خدتش انا وصلات عليها. طب ازاي تدفعي لحد مبلغ زي ده من غير ما تضمنيه؟ حتى لو كان ايه ده، في الاول في الاخر جارتك، حتى مش قريتك. ناس كتير بيشكروا فيها، يقول لكم محمد دي زي الجنيه الذهب، مها الخولي دي زي الجنيه، بقول لك عيله كبيره في بجام، اخوها دكتور صيدلي، اخوها برضو في يعني في مش يعني الواحد مش عايز يقول، لا لا في يعني في مديريه الامن، يعني ناس محترمه، ناس محترمه. انت هتشكي فيهم ازاي؟ انت هتشكي فيهم ازاي؟ مش هتشكي فيهم، ناس محترمه، وهي نفسها تشوفيها هيبه تبقى قاعدة قدام المحل تقولي ده ياما هنا وياما هناك. دفعتي المبلغ ده على كم مرحلة؟ هو يدوبك على يعني تقريبا كده 3 مرات. 3 مرات في شهر ولا كم؟ 3 شهور. 3 شهور. اول ما خدت اول شهر كده وقالت لي هخليكي تشتري ارض لولادك، وهخليكي بدل ما لسه هتبني وتوجعي قلبك هخليكي تشتري ارض لولادك، والدنيا ودخل علينا موسم ودخل علينا عيد ودخل علينا رمضان، وكانت نصبت علينا في رمضان ومشيت في رمضان. وبرضه بعد ما نصبت عليكي رجعتي اديتيها فلوس؟ لا ما ولا بلاش. احنا كان داخل علينا، هي بقى خلتنا نجيب لها فلوس طيب. عشان كان داخل العيد طيب ورمضان. امتى بداتي تطالبي بفلوسك احنا قبل رمضان بشهرين صح يا محمد؟ امتى بداتي تطالبي بفلوسك وتحسي لا دي نصابه؟ سمعنا بقى الناس، بقينا نلاقي الناس تتلم قدام البيت كتير، رحنا لعمها، اهلها اللي سجدونا برضه على فكره، وبعد كده بقى يكرشونا. رحتي لاهلها تقول لا؟ رحنا لعمها، ده كبير العيله، يا حاج محمد الفلوس والحكايه والروايه، بقى يجي لنا البيت كلنا كده، بقى يجي لنا البيت. حصل يا بنتي؟ بقى يجي لنا البيت. انتوا يا جماعه انا هديكوا الفلوس، والفلوس عندي ليها اراضي في المنوفيه، هبيعها لكم وهنبيع البيت ماشي، وهديكوا فلوسكم، محدش يجي لمتها. قلنا له حاضر يا عم محمد، واستنيناه كل شويه، اول الشهر اخر الشهر اول الشهر اخر الشهر، بيسجدونا بيسجدونا لحد ما هربوها، وبعد ما هربوها ودلوقتي البيت موجود. هي دلوقتي هربانة؟ ايوه هربانة، هي وجوزها عاملية وجوزها وابنها وبناتها عاملين في الاموال العامة. احنا بنطالب برضو احنا عاملين حضرتك في الاموال العامة وعاملين في الاسم، المحضر اتلم عليه الاتنين حضرتك، ها اللي عاملين في الاسم وعاملين في الاموال العامة. احنا دلوقتي بنطالب ان البيت يتحجز عليه، احنا عاملين في الاموال العامة، المفروض الاموال العامة تحجز لنا على البيت ويتباع في مزاد علني ويجيب لنا فلوسنا، واحنا قضاءنا عادل، احنا واثقين في قضاء بلدنا، بس هي احنا مش عارفين نجيبها ومش عارفين نوصل لها، وتعبنا وما سيبناش بيبقى لما خبطنا عليه، احنا تعبنا واتخرب بيوتنا، ما بقناش عارفين نعيش، والله العظيم ما بقناش عارفين نعيش، وهي متمتعه بفلوسنا. اخر مره المحامي بتاعها قال لي متمتعه بفلوسكم وعايشه احسن عيشه، يعني احنا نعمل ايه؟ احنا تعبنا وزهقنا لما واحده عايشه كده ومدخله عيالها مدارس خاصه ومدخله عيالها واحسن اكل واحسن شرب وفيلا في العبور وابنها واخد شغل كامل، احنا نعمل ايه؟ ابنها مهندس مدني وكانت كان بيجي ياخد مننا الفلوس، بناتها كانوا بييجوا ياخدوا الفلوس من البيت، واحنا ما كناش عندنا بنات، ما كناش راضيين نذكر اساميهم، يعني ايه واميره كانوا بييجوا البيت عندي ياخدوا الفلوس، وهي اخر مره مقلعاني الحلق، كان اخر حاجه بعد الدهب كله مقلعاني الحلق من ودني. احنا تعبنا مش عارفين نوصل لها، وبتنزل المنطقه اللي حرق دمنا انها بتنزل المنطقه وتقول وتنزل مراقبه وتقول لحضرتك تتصل بينا هتغيظنا وتحرق دمنا، وبعد كده نيجي نجيب الرقم تاني ما نلاقوش موجود، تقول لك انا هاجي اقعد قدام البيت والحكم هيسقط من عليا، خليكم لفوا حوالين نفسكم كده ومحدش له عندي حاجه، وهاجي افتح بيتي ومحدش هيقدر يقربني. انت شغاله ايه؟ انا ربه منزل، كلنا حضرتك فلاحين. وجوزك جوز نجار مسلح ارزاق على باب الله. وبعد ما بعتي الارض يوم والذهب بيوم. دلوقتي مصدر دخلك ايه؟ بعتي الذهب جوزي شغال يوم بيوم، قاعدين على البلاط بقالنا 4 سنين، بقيت عفش بيتي بقى عفش بيتنا كلنا، ما بقاش ودي قفلت محلها خلاص، ما بقاش لاقيين ناكل، وعيالنا في ثانويه عامه واخده بالك ماجلين لهم، احنا دلوقتي بقالي 2 سنين ماجله لعيالي عشان عيالي علم رياضه، مش عارفه اجيب لهم كتب ولا عارفه ادخلهم، حضرتك انت عارفه دلوقتي الدروس الخاصه عامله ازاي وبتاعت الثانويه العامه حتى لو مش خاصه في سنتر بكام الحصه بكام؟ يا استاذه احنا حكومه بلدنا مش قليله، حكومه بلدنا بتجيب يعني تجيب المستريح من بيته،
حكومة بلدنا احنا كل يوم بنسمع عن اللي هم بيقبضوا على المستريح ده والمستريح ده والمستريح ده، بنناشدهم بنقول لهم احنا غلابة ساعدونا ساعدونا. حكومة بلدنا مش قليلة، اقفوا جنبنا. السيد مدير الامن اقف جنبنا بالله عليك. نشدك يا ريس، احنا انت بتجيب حق المرأة يا ريس. بالله عليك بالله عليك بالله عليك يا ريس، احنا ولادك رجالة وحضرتك بتجيب حق المرأة. بالله عليك اقفوا جنبنا، احنا حكومة بلدنا مش قليلة. بالله عليك اقفوا جنبنا، احنا واثقين في حكومة بلدنا وبنقول لهم اقفوا جنبنا، احنا اخواتكم. بالله عليك اقفوا جنبنا. الناس اللي بتلاقيت لما بلاش كده، واحنا متأكدين، احنا متأكدين مكاننا، بلاش متأكدين متأكدين ان حكومة بلدنا وامن بلدنا مش هيعجبوا ابدا اللي احنا فيه، مش هيعجبوا اللي احنا فيه. قضاء بلدنا عادي. احنا انا والله لو اعرف النهارده لحد النهارده اسم رئيس المحكمه اللي ادانا الحكم وتعاطف معانا قسم بالله اذكر اسمه، تعاطف معانا ونصرنا وادانا حكم. عايز اقول لحضرتك والله العظيم تعاطف معانا جدا. حكومه بلدنا حكومه كويسه جدا ومحترمه جدا، اقفوا جنبنا رجعوا لنا حقنا. احنا غلابه، احنا غلابه وبنستغيث بالله عليك بعد ربنا. عايزين عندها انا اسمي ام هبه. انت عرفتي عليها ازاي؟ من البيجام، من جنبهم هنا برضو براند، حته محل صغير كده على قدنا، وهي كانت بتيجي تشوف المحل فاضي وتقعد تقول لي يا بنتي ايه محلك فاضي ليه؟ يا بنتي حطي فيه بضاعه. طب اقول لها والله معيش وبتاع والدنيا مزنقه معايا وكده، تقول لي طب ما تعملي اي مشروع، اعملي اي حاجه. المهم ايه، جت في مره هي وطبعا احنا كنا بنثق فيها جدا. فتح المحل عباره عن ايه؟ بقاله محل بقاله، طبعا احنا جيران من زمان معاها ومفيش اي يعني بصي نسبه ان احنا نشك فيها. جنب في وشها بيت والدها واهلها في وشنا. يعني هي كانت بتيجي تتكلم معايا، ولدرجه ان هي كانت بتقول انا بخاف من اهلي من الحسد، اهلي بيحسدوني. انا بتكلم معاكم انتوا ما بتطلعوش سيري بره ومش هتكلموا مع اهلي. انا بقول لكم انتوا على عندي، لكن ما اقولش لاهلي. انا خاف من ابويا اقول له ان انا معايا كذا ولا فلوس ولا ولا ولا، اتاري كل ده عشان يعني ايه تخلينا ان احنا ايه ما نوجهش كلام لاهلها في اي حاجه تخصها. وهي كانت يعني خبيثه قوي، يعني كانت بتعرف تلعب اللعبه بتاعتها من غير مع ده ومع ده ومع ده، من غير ما تعرف اي حد ان انا واخده من ده واخده من ده واخده من ده، مع ان احنا كنا جنبها جيرانها. بس احنا عشان في اكل عيشنا ومنخومين ما كناش بقى بنطلع ولا نقف في الشارع ولا نتكلم على ده، ولا نعرف ان هي بقى ايه. ما شاء الله نصابه عالميه، خدت منك نصابه عالميه 55,000 هشغلهم لمده شهر وهديك عليهم 5000 جنيه كل شهر. لا 5000 جنيه لمده شهر، هم ياخدوهم لمده شهر، هتدي بعد ما تجيبهم لي هتديني عليهم 5000 بعد ما تحلي مشكلتها. طب ما قلتلهاش هتشغليهم شهر واحد جابت لنا منه جزء وبعد كده ما شفناش الفلوس تاني. يعني جابت يعني الشهر ده 5000 ولا لا؟ ما جابتش ال 5000. امال ادتك كام؟ جابت 1000 جنيه في شهر. بعد شهر ورجعت لك الفلوس ولا بعد الخمسه؟ لا بقالهم فتره بقى عندها، كل يوم بنروح لها بعد الشهر. طبعا احنا المفروض انت ملتزمه معايا بالكلام، بعد الشهر هتديني فلوسي عشان انا كنت محتاجاهم. كنت مزنوقه في يوم محتاجاهم ورحت اخدهم بقى، انا خلاص مش عايزه اشغلهم، انا عايزه اخدهم اعمل بهم مصلحه ثانيه. يوم الاثنين، يوم الخميس، معلش الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، معلش اصل في حته الارض خلاص في البلد هتتباع وهجيب لك فلوسك. اتفاجئنا بقى بالناس بتخبط على البيوت على بيتها وتزعق بخبط جامد وزعيق. نروح نبص ايه ده، نلاقي الناس بتزعق، نلاقي ابنها نازل يسكت في الناس ويقفل بقهم ويعمل لهم كده ويشدهم على جوه ويداريهم في المدخل جوه لما اخذ بتاع البيت عشان ما نشوفش تانيين، عشان احنا ما نشوفش اول الجيران اللي حوالينا نشوف ونشوف ان هي ايه اصلا عليها فلوس ومش عارفه تسدها. طب احنا انا بقيت اقول يا لهوي احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده اللي بيحصل؟ ده ايه اللي بيحصل عند ام احمد دي؟ اللي بيحصل عند ام احمد مها عبد الحكيم دي ازاي؟ هي بتعمل ايه؟ هي هتنصب علينا ولا ايه؟ جت في مره قعدت معايا وقالت لي انا اصلا لسه ما اكتشفت ان انا نصابه. ما اكتشفناش. جت في مره عشان بقى تاخد مني فلوس تاني من المحل، بتقول لي اديني فلوس. قلت لها انا معيش. بتقول لي انا اصلا الناس اللي هنا دول طلعوا وحشين والناس طلعت مش كويسه. الناس اللي وقفت جنبها واديتها فلوسها وامنتها على حياتها وعلى اموالها عشان تشغل فلوسها وتاخد من وراها لقمه عيش بالحلال، طلعوا وحشين في الاخر وطلعوا مش كويسين. وقالت انا هنس انا ماشيه من هنا. بقول لها تمشي تروحي فين؟ قالت انا همشي انا اروح حته ثانيه في مكان ثاني. بس انا طبعا ما كنتش باخد ولا بدي في الكلام ولا فاهمه هي قصدها ايه كده. ما تمشي تديني فلوسي الاول.
كانت بتقول، لجوزي انا هديك، هبيع المحل وهديك فلوسك، هبيع ارض واديك فلوسك، هبيع البيت في الاخر. قالت انا هبيع البيت، وكانت اول ما تجيب زبون يجي يتفرج على البيت. طبعا الناس كلها كانت بتتلم عشان عايزه فلوسها، فاللي كان بيجي يشتري كان بيخاف من المنظر وبيهيب المنظر. وجوزها طبعا كان طالب مبلغ معين في البيت، وهم اصلا يعني في الاخر وفي الاول كانوا بيتلككوا عشان ما يبيعوش. فجاه في يوم وليله ما لقيناهمش. بعد ايه؟ بعد ما حبسوا جوزي عشان يعرفوا يخلعوا من المكان ويعرفوا يقفلوا البيت ويهربوا من المكان. هي هربت الاول واختفت خالص، وبعد كده جوزها اتحبس. ولما جوزها طلع وجوزها اتحبس، هو بقى لما الناس طلعوا جوزي وحبسوا جوزها عشان هم اللي نصابين مش احنا، هم اللي نصبوا على الناس مش احنا، عشان احنا اللي نتحبس. احنا نتحبس ليه؟ انا جوزي اتحبس ليه؟ انا جوزي نصب عليها في ايه؟ خد منها ايه؟ الناس دي خدت منها ايه؟ هي اللي واخده وهي اللي نصبه، هي وجوزها وهي وعيالها. مها مصطفى عبد الحكيم الخولي، عبد الحميد الخولي، ما مصطفى عبد الحميد الخولي، وعبد الحكيم مصطفى، عبد العزيز ده جوزها، واحمد عبد الحكيم، واحمد المهندس بتاعها اللي هي ربته وبتقول ده انا علمته على قفا الناس، وابنها مشترك معانا، شقى الناس وتعب الناس زمان يا استاذ، علمت عيالها بفلوسنا وفلوس الناس الغلابه اللي صفحنا الدم. والاسم احمد عبد الحكيم مصطفى، عبد العزيز، احمد عبد الحكيم مصطفى، عبد العزيز. بتقولوا واخدين عليه حكم؟ ايوه واخدين عليه حكم. هربانين، هم هربانين كلهم دلوقتي، هربانين من العداله، عشان هم عارفين ان هم عليهم يعني حول الناس دي. الزوج بس اللي نفذ الحكم، الزوج بس اللي نفذ الحكم وطلع. وهي بعد ما الناس جابوها واتقبض عليها طلعت عملت معارضه وطلعت. بعد ما الناس جابوها وقبضوا عليها عشان يسلموها للحكومه والعداله تاخد مجراها والناس تاخد حقوقها، عملت معارضه وطلعت. وطلعت على اساس انها تسد الناس. ضحكت بردك على الناس تاني وهربت تاني، واهلها ساعدوها وخبوها. وبيقولوا احنا لما بنروح لهم بنقول لهم، يقولوا احنا ما نعرفش عنها حاجه، وهم عارفين عنها كل حاجه، من الصغير للكبير، وبيداروا عليها وبيخبوا عليها عشان هم اللي ما يتفتحوش. وتيجي عند ابوها، وتيجي عند اهلها. انت بتشوفيها الكلام ده؟ وتيجي عند اهلها، وانا بشوفها بتيجي عند اهلها. ايوه بس انا ما بتكلمش، انا ما ينفعش اتكلم كده، لازم اتكلم قدام العالم كله، اتكلم قدام الناس كلها على الحقيقه اللي هم مخبيينها، ان هم عارفين مكان بنتهم ومخبيينها من الناس، عشان الناس الغلابه اللي لها فلوس وطفحانه الدم وبتشحت. احنا كلنا بنشحت. انا عليا فلوس ومديونه مش عارفه اسدها. لو الفلوس دي جت هتسد عليا، انا عليا وصلات امانه وعليا شيكات كاتباها، ممكن اتحبس، واولادي يتشردوا في الشارع ما يقدروش ياكلوا ولا يشربوا عشان الفلوس اللي عليا ديت. كل ما حدش بيسكت على فلوس دلوقتي، اللي ليه جنيه عند حد دلوقتي ما حدش بيسكت عليه. انا لما بروح اجيب حاجه من حد دلوقتي وعليا فلوس بيقفلي عليها، ليه انا هسكت على حقي؟ ليه انا مش هسكت على حقي؟ طالما في حكومه في البلد، وحكومه بلدنا عادله، وبناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد سياده الرئيس وزير الداخليه يجيب لنا حقنا ويجيب حق الستات الغلابه ديت اللي جوازاتها كان كل واحد فيه عنده مشاكل وعنده ظروف، وقال القرشين دول هنشغلهم يجيبوا لنا قرش ودخل كل شهر نصرف بيه في البيت. وما جاش شهر شهرين وقطعت خالص، ما بتديش لحد حاجه، ما ادتنيش حاجه خالص، والله ما خدت منها اي حاجه والله. ده بالعكس كانت بتيجي كمان عايزه تاخد مني بضاعه وتاخد مني حاجات، وشايفه محلي فاضي وشايفه ما عنديش بضاعه وشايفه مش عارفه اشتغل. عايزه ايه مننا؟ كانت عايزه ايه مننا تاني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الاخر احنا اللي وحشين واحنا اللي ضحكنا عليها. لا، هي اللي ضحكت علينا وهي اللي نصبت على الناس، مش احنا اللي نصبنا وخدنا فلوس الناس. احنا عمرنا ما ناكل لقمه حرام، ونربي ولادنا بالحرام. احنا بنربي ولادنا بالحلال وبعرق جبيننا، وكل الناس تشهد الحمد لله رب العالمين. 23 سنه في شارع السلام، من صباحيه ربنا لحد اذان العشاء لحد الساعه 12 بالليل وانا في الشارع. لما كفوف رجليا الشارع كان منها رقات عشان اربي ولادي بالحلال، وهي كانت بتبقى قاعده حاطه رجل على رجل على الكرسي، وده يديها وده يديها وده يديها بصفه مزامحه وبنيه صافيه ان هي ناكل لقمه عيش من وراها، وهي برده تاكل لقمه عيش. وفي الاخر خدت فلوسنا ما شفناهاش. عرفينا بنفسك؟ انا محمد عصام. تعرفتي عليها ازاي؟ تعرف عليها ده جارتنا. تسلمي. جارتنا وابوها واخواتها وكلها، يعني كانت معايا في المدرسه. كلكم جيران في بعض؟ كانت معايا في المدرسه من ابتدائي. كانت عايشه ملك. ام احمد دي ملكه متوجه كده. مها مش ام احمد، اسمها مها 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 مصطفى الخولي. كانت عايشه ملكه،
كانت الناس تتمنى تقول لها صباح الخير. دلوقتي الناس كلها بتدعي عليك يا مها. الناس كلها بتدعي عليك. انا داخله معاها جمعيه عشان اجوز ابني. جيت على الاسم بتاع الاسم العاشر قالت لي ما فيش جمعيه. ازاي؟ ما فيش جمعيه. ازاي؟ ازاي انا حاجزين لابني، عايز احجز لابني بقاعه وواقفين هنجيب الاوضتين وندخله. قالت لي ما فيش جمعيه. الجمعيه كانت هتقبضيها كام؟ كنت هقبضها 60,000. جت في الاسم العاشر، يعني انا دفعت 30,000. جت في الاسم العاشر قالت لي ما فيش جمعيه، هديك اللي انت دفعتيه. يعني انت ليك عندها 30,000؟ لا، ما خدت منها 20 فاضل لي 10 وعملت بيهم محضر في اسم اول. ورحنا لاهلها ورحت لاخواتها اللي هو صيدلي في شارع الخمسين، الدكتور علي، ما قالوا لنا مالناش دعوه. عرفنا الناس. محمد هاشم. تعرفت عليها ازاي؟ حضرتك انا ما تعرفتش عليها، والدتي مدام منيره موظفه في مجلس المدينه، جارتها، جات لها وقالت لها جوزي اتجوز عليا ومحتاجه 50,000 جنيه. خدت ال 50,000 جنيه وهي ادتها 50,000 جنيه كده وخلاص. هي جارتها معاها في المنطقه. ايه يعني جارتها؟ يعني واحده جايه تقول لي هات 50,000 جنيه تاخد بصفتها اللي هي جارتها وعارفاها وعارفين بعض ومتربيين مع بعض وعارف عائلتها. طب هي جرين ما عرفتش جوزها مطلقها ولا لا؟ هي قالت لها جوزي اتجوز عليا عايزه 50,000 عشان احل الموضوع بتاعه. اديتها لها وهي شغاله معاها زيها زي الناس دي. تمام؟ فوجئت لقيت عيالها موجودين. يا محمد هات 100,000 من عندك. ليه يا امي؟ قالت لي خالتك ام احمد عايزاها هتجيبها لك. تمام؟ ابتدت الناس تظهر، لقيت جوزها راكب مع عربيه خرده مع واحد بتاع خرده راكب عليها. طلعت لوالدتي، هي والدتي ما بتقدرش تمشي على المعاش. قلت لها يا امي انا شفت عم فلان الفلاني راكب على عربيه خرده. قالت لي انت عبيط، يلا ونجح هتفاني بالازازه. قلت لها يا امي في مشكله عند البيت عندها. لقيتها بتقول لي ده 350,000 يا ابني ليه عندك؟ 350. خدتها ازاي؟ زي ما حضرتك كده، نفس اللي حصل مع الناس دي حصل مع والدتي. والدتي متقاعده ما بتنزلش اصلا، ما بتقدرش تمشي. تطلع لها وتقول لها حاجة. حتى اخر مره تقول لها ايه؟ عاوزين نعرف تقول لها ايه. نفس الكلام اللي الناس بيقولوه على مراحل بتتاخد. طب هي الحاجات دي بتتاخد على مراحل. طب لما انتوا بتلاقوا مفيش فايده في اول شهر بنستمر ندي ليه؟ انا قلت لها، قالت لي ده من عائله فلان الفلاني ايه عائله فلان واهلها معروفين ومعمى كويسه مش وحشه واخت ليا. طب يا ست الكل، طيب انا شفت كذا كذا كذا. قالت لي مالكش دعوه. 350,000 على كم مرحله؟ على مراحل. قد ايه مثلا او حدود ايه؟ الله اعلم. ما تعرفش؟ الله اعلم. انا والدتي دلوقتي والله العظيم والدتي تعبانه، والدي تعبان ولسه جايبها من المستشفى من لها المراره. اقسم بجلاله الله متدمرين بسبب معهدي، مدمرانا كلنا. ولا عارف اعيش ولا عارف اعمل اي حاجه بسبب والدتي. كفايه الناس اللي بتيجي تطالب بفلوسها اللي هي لماها للناس اللي هي واخداها منها دي. يعني والدتك استلفت الفلوس عشان خاطرها، على اساس الكلام اللي هي مدوراه مع الناس دي. علشان خاطرها ايه؟ هم الباقي ادولها الفلوس على اساس ان هم هتشغلها في جهاز العرايس، لكن والدتك ادتها. انا مدقوره وفلانه لقى عندي 50,000 وعيالي وهيتخرب بيتي. خد يا مها مشي نفسك. يعني هي مستلفه للناس 360,000 لمها علشان خاطر بتشتكي لها؟ ده ازاي؟ والله 350,000 يا استاذ. لا بصي يا حبيبتي، بصي حضرتك، هي كانت مثلا ايه، انا هو اتخدت اديتها مبلغ وجابت لي قرش مثلا من وراه. طب انت لو تعرفي حد تاني تجيبي لي منه فلوس واشغلها له. والدته شغلت فلوس واديتها مكسب. كانت بتشغلها برده، كانت بتشغلها. ما هو كلامه مش أيوة كده، كلامه ايوه مكسب. لا هو ما عشان هو ما كانش حاضر الدنيا مع والدته قوي. مش فاهم والدته بتبقى احنا والدته ديت معانا في الشارع. لسه جايبه والدتي من العمليات. اقسم بالله لسه خارجه من المستشفى. بس على الكلام اللي ظاهر والكلام اللي بيحصل، هي بتشغله. انا والدتي اصلا تاجره. تمام؟ هي استغلت ضعف والدتي اللي هي ما بتقدرش تمشي وبقت تسحب منها على بناء على الكلام ده. انا هشغلهم لك يا ام رامي، ده فلان عايزه تتجهز يا ام رامي، ده علان عايز يتجهز يا ام رامي بالطريقه دي. انا بساعد بجيب بنات اخوها بتاع الصيدليه. والدتي مدياله فلوس سلف عن طريق ما عشان تشغل الصيدليه. اقسم بالله بقول لك. طب هل السلف ده مديهولها فيه ارباح حجله ولا سلف كده؟ لا حضرتك، هي قالت لها شغلهم لك، يعني اللي عايز غساله، اللي عايز بوتاجاز، اللي عايز الجهاز عرايس، وانت قاعده انا اجيب لك الفلوس لغايه اتريها. اتريها كانت
بيجيب اجهزه البنات هي وعينها في البيت اجهزه من أ... من أ... من احلى يا استاذه وانقى انواع الاغذيه هي واحده احنا دلوقتي مش عارفين نجهز بنات انا عارفه يا استاذه صحيح في واحده ست بس عم بالله بتربي يتامى الست دي خدت جهاز بناتها الست دي لحد دلوقتي قسما بالله ما عارفه تجوز بناتها والله العظيم عزلت من المنطقه عشان خاطر معهاش فلوس تجوز بناتها وفي واحده اصلا اللي قلبت الدنيا كلها على ام احمد ان في واحده اصلا اسمها ام ايه دي اصلا بقى هي اللي قلبت الدنيا هي اللي قلبت الدنيا ان الست دي وقعت جالها جلطه وماتت عايزه جالها جلطه وماتت جالها جلطه وماتت قسما بالله في المنطقه هي دي اللي خلت الناس كلها قلبوا عليها الست دي بتجي عايزه تتصور بس ما عرفتش تيجي وفي كمان واحد مجنون ما تدم الحصر على الفلوس كان ليها كام دي كان ليها حوالي 200 وحاجه تقريبا او 220 حوالي 220 وفي واحد كمان يا استاذه اسمه تامر وجيه على ما اظن اسمه كان معانا الراجل ده هو ابنه كان شغال بره والله العظيم الراجل ده مطبخ خصوصا بابنه فلوسه خدتهم منه والراجل ده بقى يقول شقه ابني ضاع على ايدي كان فاكر ان هو هيعمل لابنه حاجه على ما ابنه يرجع من السفر وكده ابنه على ما جه لا الفلوس ضاعت عايز اقول لك ما خلاش حد والله العظيم ستي ما خلاش حد يا جماعه بالله عليكم ما حد ياخد بيها عينها عشان الناس اللي بتنتقدنا احنا مش كناش طماعين احنا ما كناش والله طماعين احنا كانت الدنيا واقفه معانا وبنقول جنيه يجي يصرف على البيت احنا ما كان معايا عيال في ثانويه عامه ونفسهم يخشوا كليات حلوه ما عرفت قلت بالفلوس ديت هعرف ادخلهم ما عرفتش برضك ادخلهم لان الفلوس اصلا ما جاتش وعيالي ما دخلوش اللي نفسهم فيه انا بنتي كانت نفسها تخش كليه صيدله ما دخلتهاش كليه الصيدله كانت عايزه 50,000 في السنه كنت هجيبهم منين وانا فلوسي عندها ما انا فلوسي معايا كنت اعرف اشتغل بيها واعلم ولادي بالعكس خلصت بنتي خلاص دخلت كليه كده وخلاص وخلصت وجوزتها بردك واتدينت بردك انا اتدينت بردك عشان اجوز بنتي عشان اسطرها لان انا معايا اربع بنات وكلهم عرايس كلهم عايزين الجهاز انا جوزت واحده بالعافيه اجهز الباقيين منين واجيب الباقيين منين جهزت واحده بالعافيه وعليا فلوس مازال لحد دلوقتي بقى لها 3 شهور متجوزه عليا 100,000 جنيه اجهزه كهربائيه وحاجات رفيعه ولبس وده كل ده عليا على ما اخلصه واجي اجهز الثانيه هجهزها منين هفضل مديونه طول حياتي للناس وان اللي يصبر عليا اللي يصبر عليا السنه دي مش هيصبر عليا السنه الجايه عارفين من نفسك احنا عبد الفتاح ابراهيم حضرتك انا اديتها الاول انا حضرتك اديتها الاول 50,000 جنيه وبعد سنه اديتهم لي واديتني الزياده عليه معرفتك برضو جران لا هي انا كنت بتعامل معاها كان انا زبونه وان هي فاتحه محل ادوات منزليه وادوات كهربائيه وملابس وترنجات وحاجات قالت لك ايه بتاخد المبلغ قالت لي يا ابراهيم لو معاكي اي فلوس تشغليها انا بجيب للعرايس وبجيب لك الكلام دوت وبطلع مثلا رزق ورزقك على الله ما حددتش كام بصراحه ما قالت لكيش الارباح هتبقى كام لا ما حددتش قالت لي على المكسب وعلى الخساره بس عمرهم ما هينزلوا اللي هم ال 50 زي ما هم وتاخدي منهم مثلا وكل قبل ما تعوزيهم مثلا بفتره تقولي لي فمشيت معاها على هذا المبدا وقعدت سنه طب اديتيها 50,000 وانت برده ما تعرفهاش غير زبونه بس لا انا بقول لحضرتك ايه في الشارع اللي ورايا وانا كنت بتعامل معاها كزبونه من قبل ما انا اتدخل معاها في الفلوس ديت واللي ما لقيتني ان انا بتعامل معاها عادي طلبت مني الفلوس ديت وانا قلت لزوجي وكده واديتهم لها خدتي بعد كده بعد السنه طلبتهم وقلت لها انا داخله على جواز بنتي وكده وعايزه الفلوس جابتهم لي على فكره بعد الفتره ديت جات لي تاني وقالت لي يا ابراهيم لو معاك اي فلوس قلت لها لا والله انا كده هدخل البيت بقى ومحتاجه الفلوس ديت مش هديها لك تاني اتحايلت على جوزي كان اخر 90,000 جنيه معايا وجوزي جاله مرض الكبد وقعدنا 3 شهور في البيت وهي بقى دخلت لي من ناحيه ايه بقى بدل ما يقعد في البيت ومش هتلاقي دخل انا حتى مش هتجيكي بالشهر قبل ما يقعد كان شغال ايه في مصنع ملابس وانت شغاله لا انا ربة منزل امال 50,000 ايه بعتي ارض بعتي دهب ولا اي حاجه رزق جوزي طول الوقت كان شايله في البنك واللي قعدت تقولي ده الرزق بتاعي احسن من البنك ومش عارفه ايه البنك ريما وانا كنتش حطاهم على اساس ان انا طمعت ولا حاجه قلت هي امن انا جوزي في اي وقت يتعب ابعت اخد ادتك ارباح قبل ما تاخدي الفلوس لا اخر مره واخده مني 90,000 جنيه وهي عارفه بالذات وقالت هند ديت قال هو انا قالت بالذات دي ما خدتش اي فلوس خالص قبل ال 90,000 ما انت قلتي اديتيها 50,000 ورجعتي لا 50,000 خدتهم وبعد سنه ماشي ارباح ال 50,000 كانوا ايه يعني كانت مره مثلا تديني 500 في الشهر مره تديني 600 مره تديني 700 كان اللي هو طالع نازل وجيت في اخر السنه خدت فلوسي عادي يا دوبك انا ما كملتش 3 شهور وكان معايا مبلغ رحت مكملاه ومدات 90,000 جنيه ال 90,000 جنيه دول هي اتفقت معايا على اني بقى تسيبيني سنه ورزقك على الله ما خدتش منهم ولا جنيه حتى في مره بدون ذكر اسماء عملنا قاعده في مكان في مكتب واعترفت فعلا ان انا الوحيده من ضمن الناس وناس تاني برضو زيي ما خدتش اي حاجه
وانا كان تعرفي بمها مش مها بس مها عبد عبد الحميد مها عبد الحميد مصطفى مها مصطفى عبد الحميد الخولي اتعرفت عليها وابنها كان بيجي معاها ياخد الفلوس وبنتها اميره كانت بتيجي معاها وجوزها عبد الحكيم حاضر ومتجلها على فكره وصلات امانه ماتجه واصلين امانه بالفلوس دي يعني انت انت اخدتي عليها اصلات اهو معايا حضرتك تشوفيها لا مش صدقك كملي بس فطبعا هي خربت بيتنا وخدت فلوسنا ولا راعت ان بني ادم تعب بسببها ولا راعت ان هي مثلا تراعي ضميرها وتدينا فلوسنا حتى لو ادت لاي حد حضرتك شهريه وتقعد وتقابل الناس وتقول انت خدت كذا وخصم ده من ده وتدي الناس لا هي مفيش الكلام ده هي حضرتك مش في نيتها السداد بعد السنه رحت قلت لها فين الفلوس او حاجه لا طبعا اشتكيناها كلنا واتعمل محضر واخويا عشان يجيب حقي وحق اختي لها نصابه بقى قبل ما كده كده السنه ما كانتش السعاده ابتديت بقى لقيت شوشره بقى اختي ودت وده وده احنا يا جماعه ما بناخدش بقى لنا 3 شهور ايه انت يبقى خدتش يبقى لك قد ايه وتقول ما انا متفقه بالسنه انا بقى متفقه بالسنه اختي كانت بقى لها 3 4 اشهر ما بتاخدش لا 25000 جنيه ابتديت هي كمان ما تاخدش ابتديت ان احنا كل يوم نروح عند البيت وسمعت شوشره قلت اطلب فلوسي لا بكره لا بعده بصينا لقينا بقى في هجوم في رمضان اضطر ان اخويا يتدخل في الموضوع وجاب جوزها وقعد وقالها سد الناس وفي الاخر ضحك على الناس وفي الاخر حبسوا ابو هبه واخويا الشيخ رضا 3 ايام متبهدلين في الاسم ودفعوا 15000 جنيه واعتبر النصاب اللي اتساب والناس المحترمه اللي لها فلوس هي اللي يعني بص هي اللي اتبهدلت يعني تسوى ايه لما حد يكون محترم كده هو اللي يتحبس عشان بيجري على حق اخواته وحق زوجته السلام عليكم عبير عبد الفتاح انا ليه عندها 22000 جنيه خدتهم مني برضو على اساس انها كنا في رمضان وقالت لي ده انا في قدامي فرصه كويسه ان احنا نجيب جهاز عرايس وكده وان شاء الله هتجيكي عليهم نسبه قلت لها خلاص ماشي يا احمد خدتهم عرفتيها عرفتيها برضو من لا هي انا برضو معاها في قلب الشارع كلنا جيران كلنا جيران كلنا قالت ام احمد مثلا بتعمل كذا طب مثلا ما قعدتيش لما انكم كلكم جيران ما قعدتيش مع جارتك وقالت لك والله ده هي برضو واخده مني فلوس احنا ما عرفناش بده كله حضرتك الا في شهر واحد كده كل الدنيا اتقلبت وكلنا كده كل اللي قاعدين دول اتقابلنا في وقت واحد بس انت استاذه ناس هي كانت مفهمه كل واحد ان انا لوحدي ام حبيبه لوحدها ومحمد لوحدها مش كانت مفهمه حد خالص واخده بالك انت احنا ما عرفناش بعض الا لما يكونوا اتنين صحاب قريبين لبعض هما دول اللي عارفين انما اتفاجئنا بكل ده اكلم والدتي واقول لها اقول لها في ناس مرمومه عند بيت خالت ام احمد هناك يا امي تقول لي امشي يا لهبل يا لهبل ام احمد بتعمل مشاكل مع حد اقول لها لغايه اما قلت لها لغايه اما قلت لها يا والدتي انت ما بتنزليش تعالي شوفي الناس قد ايه عايز اقول لك هتلاقي جلطه في بقها كله اتصدم اقسم بالله مرض عماله عايه بسبب ام احمد قومي يا بس فبعدين طبعا انا الحمد لله انا مطلقه ومعايا بنتي ومعايا ابني فقلت حكت كل شهر تخشي لي مع المعاش بتاعي طبعا قليل جدا والواحد حمد ربنا وقلنا الحمد لله اهو قرش متشال طب هتدوني امتى يا احمد ابتديت بقى لما الدنيا اتشوشرت كده كانت يعني بس حاجات بسيطه بقى ما كانتش الدنيا اتشعت قوي كده يا احمد هتديني فلوس طب استني بس يومين طب استني بس شهر طب استني ما اعرفش ايه طب يا احمد انا عايزه الفلوس انا كده خلاص بقى انا عايزاهم يا ستي اديهم لي واللي انت كنت قايله لي عليه انا مش عايزاه مش عايزه الارباح اللي انت كنت قايله لي عليها خدتي ارباح طول المده ولا لا يا دوبك ضحكت عليا كام شهر كده بتاع 3 4 اشهر وفي الاخر قطعت خالص بقى يا احمد ايه يا احمد انت بقالك 3 اشهر ما بتدينيش قعدت لي معلش يعني ما كنتش انت تقفي جنبي كانت في الكلام الله ينور عليها يعني تعرفيش تغلبك ايه يا احمد انت كل ما اجيلك تقول لي تقولي قدام جوزي انا جوزي ما يعرفش ولا عيالي يعرفوا ولا حد يعرف في الاخر طلعوا مشتركين واول ما تلاقي جوزها واقف معانا ولا حاجه قولي له ان جمعيه قولي له ان جمعيه قلت له كل العالم اللي جات لك ده يا احمد هتقوله جمعيه احنا عايزين نوضح حل يا احمد كده مش هينفع راحت قالت لي طب بس اصبري عليا شويه يا ستي احنا جاي علينا شهر رمضان والدنيا هتتظبط والدنيا هتتعمل وفي الاخر خلاص ما خدناش اي حاجه احنا دلوقتي كل اللي بينتقدنا في التليفون في على الموبايل احنا ذنبنا ايه الناس بتقول انتوا طماعين احنا ما طمعناش الواحد قال بدل ما نحطهم في بنك لا ديت كل شهر هاخد امشي نفسي الدنيا هتمشي الدنيا هتبقى كويسه معانا لقينا كل ده مفيش عرفينا بنفسك حنان فتحي عبد الفتاح شغاله دادا في حضانه وهي معايا في الشارع انا في الشارع اللي في وشها على طول جيران يعني جيران فهي كانت فاتحه محل ملابس واجهزه كهربائيه وكان ليها محل تاني برضو بتاع رجالي الهدوم رجالي برضو وكده والكلام دوت وبنتي كانت شغاله معاها يومين او ثلاثه يعني كانت شغاله معاها كده شويه فتره وبعد كده سابتها عشان التعليم وكده
بعد كده هنا كنت قالت لي بقى في جمعيه كبيره خشي معايا جمعيه، دخلت معاها الجمعيه وقالت لي عشان انت هتجهزي بنتك والكلام دول، دخلت معاها الجمعيه على اساس ان هي 20,000 في الشهر، يعني تقبض 20,000 في الشهر. الاسم انا ما دفعتهوش، خدت منها، قالت لي خدي ال 18، قلت لها ماشي هاتيهم. رجعت قالت لي ولا اقول لك لا، كان في مشاكل بيني وبين جوزي في الوقت دوت وهي عارفه بيها لان هي في المنطقه. فراحت قالت لي ده انت في مشاكل بينك وبين جوزك مش عارفه ايه، هات الفلوس خليها معايا، وما تيجي تجيبي جهاز بنتك انا اللي اعمله معاكي ان انا انزل اجيبه لك على اساس للمحل، وكل شهر يا ستي هزودهم لك يعني. وكل شهر هزودهم لك حاجه يبقوا ايه، عقبال ما تيجي تجيبيه يبقى قفلت ال 2000 جنيه. خلاص على كده خدتهم، والكلام ده ما باخدش منها حاجه منهم. جت بعديها بفتره كده بشهر ولا بشهرين، راحت قالت لي ده انا مزنوقه وفي واحده مشكله مع اهل جوزي ومش عارفه ايه، شوف لنا واحده يكون معاها فلوس عشان خاطر اهل جوزي وكده، في مشاكل جامده فعلى الفلوس. وهو راح جاي وقال لي لا ده انا عمري ما اخلي بيكي، ده انت شقيانه بالجنيه، ده انت داده وشقيانه وتعبانه ومش عارفه ايه، وعمرنا ما هنضحك عليكي، ده هو شهر واحد وخديهم. قلت لهم انا اعرف واحده بس ما كنت باخد منها ايام جواز ابني، فاخدت بعضي ووديتها ليها. راحت الست قالت لي انت وصل امانه انا ما اعرفهاش هي، وراحت مدياني وصل امانه، وراحت هي واخده ال 30,000 منها. وعلى كده بقى جيت اقول لها بعديها بالشهر زي ما هي قالت تطالبها بيهم، راحت قالت لي لا، قالت لي لا انا مش ما معيش الفلوس دلوقتي، اصبري عليا ده انا ابيع حته ارض واديها لك ومش اديها لك. جت بقى بعديها اطالبها بيهم، ما فيش اطالبها بيها، لقينا الدنيا هازت، وطلعت ان هي واخدت الفلوس ولا ادتني قرش ولا ادتني عشره. كل ده مامضي على فكره يا استاذه، اعرف هنا بنفسك. انا مدام مولا احمد علي. نصبت عليكي في قد ايه؟ 75,000 جنيه. اتعرفتي بيها ازاي؟ هي كانت اختي ساكنه في اخر الشارع عندها، وكانت قالت لي طلبت منها 10,000 تشغلهم يعني لمده 10 ايام، فاختي طلبت مني قالت لي لو تعرفي حد يدي 10,000 وهي كويسه واهل ثقه. بدات تاخد فعلا 10 ايام وتديني بالمكسب، ارجع المبلغ. مكسب قد ايه؟ كان مثلا بتدي وقتها كانت 150 على 10,000 وترجعهم. بدات اثق فيها تاخد 5 وترجع. بدات العمليه سكت. طب شوفي لي، طب سيبيهم شهرين، اقول لصحابات الناس ماشي، الناس طبعا داخل لهم ساكتين. بدا الموضوع بقى ايه، شوفي 10 تاني عشان احمد ابني في المقاولات، وهياخد في صفقه جايه له ب 80,000 هيبيعها للجيش ب 120 وهيكسب. بدات اديها لما بقى 75,000 جنيه. بطلت تدي، طب هاتي الفلوس، الناس بدات تطالب بفلوس، طب بكره الشهر الجاي السنه الجايه، مش قعدت سنه بحالها ما باخدش منها اي حاجه والفلوس بطالب بيها وما فيش اي حاجه. فبناشد رئيس الجمهوريه عن مباحث السيسي، وبناشد بالاخص رئيس مباحث القسم الاول الاستاذ احمد بيه عصر، لان بسمع عنه سمع خير، يغيثنا ويطلب القبض عليها علشان يرجع لنا حقنا. اعزائي متابعي مشاهدينا، منصة ابو كبير ميديا في كل مكان، كنا النهارده مع واقعة مأساوية ومستريحة جديدة بتنصب على اهالي شبرا الخيمة تبع محافظة القليوبية، حوالي كده في 10 مليون جنيه زي ما سمعنا منهم التفاصيل كلها وزي ما عرفنا ايه متطلباتهم. شكرا لحسن متابعتكم.